مشاهدينا دي كانت اهم اخبارنا النهارده، بنتمنى انها تكون نالت اعجاب حضراتكم. كمان هيكون معانا بقى دلوقتي مداخله نتعرف اكتر على حاله الطقس النهارده، بما اننا النهارده بنشهد اجواء من الشتاء واضحه جدا. معنا على الهاتف دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح النور، اهلا بيك يا استاذ. دكتور طمنا على حالة الطقس، وخصوصا ان احنا النهاردة بقى شهدنا سقوط امطار، يعني نقدر نقول حدتها بتختلف من خفيفة الى متوسطة في بعض الانحاء على مستوى الجمهورية. ماذا عن اجواء الطقس ان شاء الله خلال هذه الايام؟ يعني اليوم تحديدا طقس غير مستقر، يتمثل في كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية. نعم. وهذا النوع من السحب المتوسطة بتبقى ممطرة احيانا على بعض المناطق، ليست مناطق كثيرة، لكن على حسب المنطقة التي تكثر فيها هذه السحب. كمان في مع هذه السحب في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، يعني العظمى متوقعة على القاهرة تصل إلى 26 درجة مئوية رغم وجود هذه السحب، لأن السحب العالية بتمتص كمية كبيرة من أشعة الشمس وبتعمل على عدم تسريب الأشعة الصادرة من باطن الأرض إلى طبقات الجو العليا. في نشاط بقى للرياح، هيكون واضح نشاط الرياح ده ومثير للرمال والأتربة، وذروته هتكون وقت الظهيرة ويصل لحد العاصفة على بعض المناطق في شمال الجمهورية وكذلك في شمال الصعيد حتى مرورا بالقاهرة، خصوصا الطرق السريعة هيبقى واضح عليها زي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة هو طريق القاهرة الصعيد اللي هو طريق الجيش يعني. نعم. المناطق دي نظرا لوجود مساحات فارغة كبيرة حوالين هذه الطرق بتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبالتالي بتنخفض معها الرؤية الأفقية. نقدر نقول في نهاية اليوم هتهدأ هذه الرياح مساء وتعود درجات الحرارة للانخفاض، وغدا في انخفاض في درجة الحرارة، الانخفاض ده بيصل ما بين 4 إلى 3 درجات. لكن المشكله الناس هتحس النهارده ان مفيش حاسين بارتفاع في درجه الحراره. وبكره الجو هتلاقي نفس الاحساس، المشكله في الرطوبه النسبيه، يعني الرياح اليوم اللي متاثر بيها رياح جنوبيه نشطه، الرطوبه النسبيه فيها لا تتجاوز ال 10%. لكن غدا هتبقى رياح شماليه غربيه والرطوبه النسبيه فيها اكثر من 50%، فالفرق ده هو اللي يعطي الاحساس بارتفاع او انخفاض درجات الحراره. صحيح. نقدر نقول ايضا ان حاله البحر مضطربه، والسبب في ذلك هو وجود منخفض جوي متحرك فوق الصحراء، وهيأثر على جمهوريه مصر العربيه اليوم وغدا هيكون متحرك في شرق مصر تحديدا، وبالتالي هيؤثر على شرق المملكه العربيه السعوديه وبلاد الشام. الاجواء مضطربه اليوم وستعتدل غدا وتعود درجات الحراره الى الاعتدال مره اخرى، ولكن طقس شديد البروده اثناء ساعات الليل. نعم. وطقس لطيف خلال ساعات النهار مع كثره السحب، وتعود الشبوره المائيه للظهور مره اخرى بعد غد ان شاء الله. نصيحه حضرتك يا دكتور لكل بقى المواطنين فيما يخص يعني نمط ارتداء الملابس، قد ايه بقى احنا محتاجين الفتره دي نحافظ على ان احنا نرتدي الملابس الثقيله، لان كده خلاص احنا دخلنا في مرحله يعني اساسيه من فصل الشتاء. يعني هو الفتره دي بالتحديد ابرد فتره في العام واشد بروده، والتغيرات الجويه موجوده فيها شهر ديسمبر ده تحديدا. عدم تخفيف الملابس نهائي، ارتداء الملابس الثقيله ليلا ونهارا، حتى لو قلنا في ارتفاع في درجه الحراره. احنا بنقول ارتفاع اليوم بدرجه الحراره 26، وهنلاقي احساسنا بها مش 26، هنلاقي احساسنا بها كما لو كان 20 اقل. احنا بنتكلم على عوامل الطقس والمناخ وعناصر الطقس والمناخ، فلما الرطوبه النسبيه تنخفض اليوم وتبقى 5% ولا 10%، احساسنا بال 26 دي كانها 20 درجه مئويه. صحيح. فمع عدم تخفيف الملابس دي نمره واحد. نمره اثنين، طبعا في حاله نشاط الرياح المتربه يجب القياده بهدوء شديد على الطرق بسبب تدهور الرؤيه الافقيه الناتجه عن الاتربه والرمال، وكمان مرضى الصدر والحساسيه برجاء ارتداء الكمامه حتى لا يصابوا باي امراض تضر الصدر ان شاء الله. صحيح. النقطه الثالثه ايضا بالنسبه لحاله الملاحه البحريه مضطربه في البحر، وبالتالي الصيادين غير ملائم لهم نزول البحر سواء كان البحر المتوسط او في البحر الاحمر عند خليج السويس. بالنسبه للحاله الجويه ما فيش اي مشاكل، لكن هو معروف بالنسبه للمطارات اللي بيكون فيها نشاط الرياح وسرعه الرياح بتتجاوز 30 كيلو متر في الساعه وبتصل ل 40 كيلو متر في الساعه، هم بيربطوا الطيران على انه على الارض بيتحرك الطيران، سرعه الرياح بتاثر بحركه
قد تؤثر كانه عربيات بتضرب في بعضيها. صحيح. دي مشكله كبيره، ولكن في طبقات الجو العليا ما فيش اي مشاكل لعدم وجود سحب رعديه. نعم، بنشكر حضرتك جزيلا دكتور علي قطب خبير ارصاد الجويه على توضيح حاله الطقس اليوم وخلال طبعا الايام القادمه. ان شاء الله بنامل ان يكون طقس كده يعني ظريف علينا جميعا، خصوصا الناس اللي بتحب الشتاء. انا يمكن من الناس اللي بتحب الشتاء جدا على الرغم من سقوط الامطار والرياح ودرجات حراره منخفضه، ولكن حقيقي هو من اجمل فصول السنه. فبنتمنى ان شاء الله ان هذا الفصل من فصول السنه يعدي على حضراتكم بكل الخير والصحه باذن الله.